أكد مبعوثه الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محي الدين أهمية المشاركة المصرية في القمة العالمية للحكومات في دبي. وقال محي الدين إن الرئيس السيسي شرح تطورات الأوضاع في مصر خلال حديثه في الجلسة الرئيسية. كانت فرصة كبيرة جدا بهذا الوفد رفيع المستوى الذي رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالمشاركة في عدد كبير جدا من الفعاليات. طبعا المشاهد للكافة هذه اللقاءات اللي تمت على في القاعة الرئيسية كمتحدث رئيسي سيادة الرئيس والذي شرح التطورات الأوضاع في مصر والتعامل مع التحديات المختلفة وأيضا الفرص المتاحة في مصر. ولكن كانت هناك أيضا عدد كبير جدا من اللقاءات والتي أعتبرها بشكل عام وأيضا في حالة مصر لا تقل أهمية عن الفعاليات التي تتم في إطار اللقاءات العامة وتلك المشاورات المهمة الجلسات والاجتماعات التي تمت بالمناقشة إما مع ممثلين لمؤسسات مالية دولية زي صندوق النقد الدولي أو اللقاء مع المستثمري القطاع الخاص سواء من كبار الحجم ذوي القدرة العالية على التمويل والاستثمار.